السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب فيكم بهذا اليوم الماطر من مدينة دبي، ومعي نيسان بترول 2020. هاي سيارة SUV اللي كلنا منعرفها منحبها ومنحترمها. حصلت نيسان بترول بهذا الموديل على تغييرات كتيرة، ولحتى أعرفكم عليها بالتفصيل معاي نيسان بترول V6 تايتانيوم ونيسان بترول V8 بلاتينوم. يلا خلينا نبدأ. من الخارج هذا الجيل السادس للنيسان بترول والمعروف كمان بالY62 ظل تقريبا بنفس الشكل بآخر 10 سنين، ولكن لعام 2020 نيسان حدثت النيسان بترول وأعطتها بعض التغييرات اللي بتميزها لهذا العام. أوضحها أنه عم تحصل النيسان بترول بعام 2020 على مصابيح أمامية LED بالكامل مع مصابيح إضاءة نهارية على شكل حرف C-shaped، واللي هي بتتماشى مع لغة تصميم نيسان حاليا. وشي تاني حصلت عليه نيسان بترول بعام 2020 وبتماشى مع لغة تصميم نيسان هو الشبك الأمامي، اللي منلاحظ أنه هو أصغر ولكنه أوضح بكتير بالكروم الملتف حواليه، وهو شكل شبك نيسان المعروف بـ V-Motion Grille واللي بتلاحظوه على كل سيارات نيسان حالياً. وكمان عم تحصل كل من هالنسختين على كشافات ضباب LED، ولكن عم بختلفوا بموقع هالكشافات. فعلى التايتانيوم بيجوا كشافات أعلى بسبب الدعامية المخصصة للقيادة على الطرقات الوعرة اللي عم تحصل عليها التايتانيوم، أما مع البلاتينوم فعم بيجوا بشكل أوطى بكتير بسبب الدعامية اللي بتسميها نيسان دعامية المدينة أو City Bumper. وكمان شيء مختلف بين النسختين حصولهم على أحجام جنوط مختلفة، فمع التايتانيوم بتحصل على جنوط بقياس 18 انش، اما مع البلاتينوم فهي الجنوط عم تيجي بقياس 20 انش. ومن الجانب كل شيء جديد بالنيسان بترول 2020 والاختلاف بين النسختين هو هو في عندنا V8 بادج هون، ما في V8 بادج هون. الجنوط قلنا اختلاف سايز، حاسس حالي بلعبة الفروق السبعة او شيء. بصراحة ما في شيء جديد كتير ولا اختلاف كبير بين النسختين من هون، فخلينا نبدأ الكلام عن السيارتين من الخلف. هون بالخلف نيسان بترول 2020 بتحصل على ثلاث أشياء جديدة واضحة، هي مصابيح خلفية LED بالكامل مع مؤشرات تغيير مسار بتتحرك إضاءتها، خط كروم بيمتد على كامل خلف السيارة وبيحمل اسم بترول بالمنتصف، ودعامية جديدة بالكامل. أما بالنسبة للفرق بين النسختين التايتانيوم والبلاتينوم هون بالخلف، فمثل ما انتم شايفين ومثل ما حذرتوا، الاختلاف الوحيد والواضح هو البادج. بادج تايتانيوم هون، بادج بلاتينوم هون، وبس. بالداخل التصميم العام بعده نفسه من موديل السنة السابقة، وبعدنا عم نحصل على نفس نوعية المواد وجودة التصنيع اللي بنتوقعها من نيسان بترول. أما بالنسبة للتغييرات اللي حصلنا عليها، فخليني أبدأ بأنه التابلو عم بحصل على تصميم أنظف باستخدامهم لشاشتين لمس بدل الشاشة الواحدة من الموديل السابق، وكمان لوحة العدادات عم تحصل على شاشة أكبر بقياس 7 إنش للمعلومات. الشاشة الأولى اللي بالأعلى هون هي أساساً بس لعرض النافيجيشن، ومن الشاشة الثانية بتقدر تتحكم بكل من الملتيميديا، اتصال الموبايل، وخيارات وأوبشنز متعددة تانية بالنيسان بترول. ومع إنهم أعطونا قرص هون للتحكم بهذا النظام، لكنه بس بيتحكم بالشاشة الأولى، شاشة النافيجيشن، وما بيقدر يحرك أو يتحكم بأي شيء بالشاشة الثانية. ياريت أعطونا تحكم منه كمان بهاي الشاشة الثانية لكان سهل التحكم بكل هاي الأنظمة وانت عم بتقود النيسان بترول الجديدة. نسخة بلاتينوم تيجي مع جلد طبيعي اللي بتقدر تحصل عليه بخيار هذا اللون المميز جدا المأخوذ من سيارة النيسان GTR، وكمان في عنا تدخيل لخشب بلون غامق على التابلو بالكونسول الوسطي وعلى المقود.
نسخة نيسان بترول تيتانيوم كمان عم تحصل بالمقصورة على تدخيل لخشب وجلد، ولكنهم خشب وجلد صناعيين مش طبيعيين. المقود بالتيتانيوم ما عم بحصل على تدخيل لأي خشب، ولكنه بحصل على تدخيل غير متناسق للجلد، لأنهم اختاروا أنه يدخلوا جلد بلون بيج ولون أسود على المقود. ولكن هذا ما رح يغير رأيك أبدا إذا عم تشتري نيسان بترول كسيارة SUV عائلية، لأنها لسه عم بتقدم نفس المساحة والراحة لكل ركابها السبعة. أما من ناحية التجهيزات، فنيسان بترول لعام 2020 بتحصل على مثبت سرعة تكيفي، تنبيهك بالنقطة العمياء، كاميرا بتعرض صورة بمرآة الرؤية الخلفية، في عندك وايرلس تشارجر للموبايل مع دعم لكل من أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، نظام صوتي من 13 سماعة ممتاز جدا من شركة بوز. التيتانيوم تحصل على كل هاي التجهيزات، ولكنها بتفتقد لتدفئة وتبريد بالمقاعد. رؤية 360 درجة بيردز آي فيو حول السيارة، فهي بتيجي بس مع كاميرا ركن خلفية، وما في عنا تحكم كهربائي للمقود. كل من نسختين نيسان بترول التيتانيوم والبلاتنم كمان عم بحصلوا على نظام إرجاع السيارة للمسار ونظام أوامر صوتية. ليش ما ذكرت هاي الأنظمة لما ذكرت كل المواصفات اللي عم نحصل عليها بالسيارتين؟ لأنه في عندي عليهم تعليق. شوفوا، إحنا بنختبر كتير من السيارات بعام 2019 موديل 2020، وشفنا كيف هاي الأنظمة تطورت حالياً لموديلات عام 2020 من مصنعين تانيين، خاصة المصنعين الألمان. خلينا أبدأ بنظام إرجاع السيارة للمسار. نظام إرجاع السيارة للمسار بالنيسان بترول عم بيستخدم الفرملة بدل من المقود لحتى يرجع السيارة لللين. فلا أنت تتحرك للطرف اللين، السيارة بتضغط الفرامل على الطرف اللي أنت عم تطلع عليه لحتى ترجعك للمسار. المشكلة بهذا النظام أنه ما بيشتغل وأنت بتسوق السيارة على سرعات عالية على الطرقات السريعة، وراح بشكل مختصر بعد شوي راح تلاقي السيارة تحركت من لين للين تاني. يعني هو ما بيعمل بشكل كامل وتام دائماً. أما بالنسبة لنظام الأوامر الصوتية، كمان من اختبارنا للسيارات خاصة ألمانية منها، شفنا كيف أنه هاي الأنظمة هلأ تطورت جدا. النظام الموجود بنيسان بترول أكيد بيعطيك تحكم بالنافيجيشن، بالمالتي ميديا، حتى بتقدر تتحكم فيه بالكلايمت كنترول، لكن عم بيضل هو بتبع أوامر محددة جدا، يا راح تحفظها أو تقراها عن الشاشة. الأنظمة حاليا الموجودة بالسيارات تاني 2020 صارت ذكية أكثر، وبتقدر تخاطبها بجمل كاملة وتفهم عليك، وتقدر تقوم بالأوامر اللي عم تقولها من هاي الجمل، مثل ما هلأ عم نتحدث مع سيري أو جوجل أسيستنت بكل سلاسة، كأنك بتقول جملة كاملة طبيعية. هون النظام برجع بقول هو ممتاز انه موجود وبيقدر يخليك تتحكم بكل هاي الاشياء، لكن انت لازم تقول هاي الاوامر بالضبط مثل ما هي مكتوبة، وما بتقدر كتير تغير فيها، لانه مجرد ما قلتها بطريقة مختلفة النظام ما رح يفهم شو عم بتقول وما رح ينفذ اي امر. تتوفر نيسان بترول 2020 بخيارين من المحركات. الأول واللي عم بقوده هلأ محرك V6 سعة 4 لتر بيولد 275 حصان و 394 نيوتن متر من العزم. أما الثاني فهو محرك V8 يلي هلأ رح أقولكم شو القلوة اللي بيولدها. هون بالV8 عم بحصل على 400 حصان و 560 نيوتن متر من العزم من محرك بسعة 5.6 لتر V8. اعملوا حسبة رياضية صغيرة وبتعرفوا قدي أنا عم بستمتع أكتر بقيادة النيسان بترول 2020 هون بالV8 بلاتينم. كل من محركين V6 والV8 عم بيجي متصل بنفس الجير بوكس، وهو جير بوكس أوتوماتيكي من 7 سرعات. هذا عم بيعطينا معدل توفير الوقود بسيارة V6 بيوصل 8.4 كيلومتر لكل لتر من الوقود. هو معدل مش كتير منيح، ولكن يمكن هو أفضل بشوي من اللي بنحصل عليه مع محرك V8. أكيد بالV6 راح نحصل على معدل توفير للوقود أفضل من V8، لكن بدكم رأيي الشخصي، معدل الفرق بيناته بس 0.4 كيلومتر لكل لتر ما بيستاهل
انه تفكروا بالفي 6 لما تحصلوا هون على 125 حصان اكثر و166 نيوتن متر من العزم اكبر مع الفي 8. فعلا السياره بتتسارع بشكل رهيب والتجاوز فيها سهل، وصول لسرعات كبيره فعلا مختلف مع الفي 8. بتحس كانه سياره نيسان بترول خسرت نص طن من وزنها مع هذا المحرك، وكمان مع محرك الفي 8 وبس مع الفي 8 نحصل على وضعية إيكو للقيادة اللي كمان بتعطيك توفير للوقود وبتزيد من توفير الوقود بقيادتك بشكل يومي لسيارة النيسان بترول V8 2020. أما من ناحية الثبات وتعليق السيارة فالفي 6 عم تعطيك كل اللي بتتوقعه من أي نيسان بترول، من إخفاء جيد جدا للتعرجات والمطبات الموجودة على الطريق وثبات عالي على السرعات العالية. لكن في فرق كمان بين الفي 6 والفي 8 من ناحية التعليق. فالفي 8 عم تحصل على شيء بسموه HBMC. خليني أشرح لكم شو هو بالضبط. HBMC Hydraulic Body Motion Control هو عبارة عن نظامين هيدروليك متصلين بالتعليق المستقل على العجلات الأربعة ليساعدهم على إخفاء كل التعرجات والمطبات اللي بتواجهها على أي طريق. هذا بيخلي القيادة بالفي 8 أكثر راحة على الطرقات المعبدة والطرقات الغير معبدة كمان. ملاحظة كمان على قيادة النيسان بترول 2020، أكيد حلو أنه حصلنا على الأدابتف كروز كنترول مثل كل السيارات الحديثة، لكن في عندي عليه ملاحظة أنه هو لما تتباطأ السيارة وتوصل أنت على إشارة مرور أو زحمة مرورية وتوصل السرعة للصفر، الكروز كنترول بيطفي نهائياً، بيفصل وتبلش السيارة تتحرك، يعني بدك تضغط على البريك غصبا عنك لتوقفها. ما بعرف ليش مبرمجينه بهاي الطريقة، المفروض لما أوصل على ازدحام مروري أو أتوقف على إشارة مرور بس يعمل كانسل ويضل عامل بوز للسرعة اللي أنا معيره فيها، وبمجرد ما يمشي المرور أنا بضغطة زر ترجع السيارة تتحرك وترجع على السرعة اللي أنا بدي إياها. ملاحظة صغيرة، ياريت يمكن يعيدوا برمجة الأدابتف كروز كنترول لحتصير استخدامه أكثر راحة يعني بالازدحامات المرورية، بدل ما ضل يفصل وأرجع أشغله مرة تانية وهيك. لكن ما علينا، ما في داعي أكيد أحكي لكم على قدرات هاي السيارات النيسان بترول على الطرقات الوعرة أبدا. وبما أنه إحنا بنص الصحراء خلينا ناخد النيسان بترول أوفرود ونشوف شو بتقدر تعمل. خلال هذا العام حضرت كتير إطلاقات لسيارات جديدة لمنطقتنا هون منطقة الشرق الأوسط، ولكن مع وضع السوق الحالي قليل كتير لأشوف هاي السيارات الجديدة على الطرقات. ولكن مع النيسان بترول واللي حضرت حدث إطلاقها بس من 3 أشهر هي بكل مكان وبتشوفها على الطريق دائما، وهذا هو بس دليل تاني على مكانة هاي الأيقونة عند الناس هون بالشرق الأوسط. أما بالنسبة لأسعار نيسان بترول 2020 فخليني أبدأ بالفي 6 واللي بيبدأ سعرها من 199,900 درهم، وبوصل مع نسخة التايتانيوم في 6 اللي كانت معانا بتجربتي اليوم ل 240,000 درهم، وممكن تحصل على نسخة بلاتينيوم في 6 بسعر 265,000 درهم. أما بالنسبة للفي 8 فسعرها بيبدأ من 234,000 درهم، وبوصل مع نسخة تايتانيوم ل 299,000 درهم. أما نسخة بلاتينيوم في 8 واللي هي نسخة الفول أوبشن واللي كانت معانا بالتجربة اليوم بيوصل سعرها ل 329,000 درهم. أرجو أن تكون عجبتكم التجربة كالعادة، وشوفكم تجارب قادمة إن شاء الله، ومع السلامة.